بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وأهبطه إلى هذه الأرض وجعله خليفته فيها، وانتشرت ذريته في آفاق هذه الأرض، وخلق الله لهم ما فيها جميعا، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فكان ارتباط الإنسان بالوطن قبل نشأته: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن هذا الارتباط لا يمكن أن يكون مانعا للإنسان عن قيمه العليا ومثله السامية التي من أجلها خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عارض الوطن مقتضيات الإيمان فإن الإنسان يضحي بوطنه في مقابل إيمانه، كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وطنه ووطن آبائه مهاجرا إلى الله جل جلاله، وكذلك المهاجرون معه من المؤمنين الذين ألفوا مكة وأحبوها حبا شديدا، فلما أتوا المدينة وكان بها وباء أصابهم، فكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى يقول: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو ولي شامة وطفيل. يتغنى بربوع مكة. وكان أبو بكر الصديق إذا اشتدت عليه الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فانتقل الوباء من المدينة وأحبها المؤمنون حبا شديدا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة من الغزوات أو في سفر من الأسفار فرأى بيوت المدينة يقول: تلك طيبة طابت. وكان يحث ناقته إذا رأى فرجة نص في رجوعه إلى المدينة شوقا إليها ومحبة لها. ولما رجع من تبوك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة رأى بيوت المدينة وأطمها وقد أشرف عليها، فقال: طيبة طابت. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد ورد في حديث يتناقله الناس حب الوطن من الإيمان، ولكنه موضوع ذكره الصغاني في الموضوعات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد تكون حب الوطن منافية للإيمان كحال الفتية من أهل مكة الذين آمنوا فلما فرضت عليهم الهجرة تولوا، وفيهم أنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما يحب الإنسان الوطن الذي نال فيه كرامة وعزة، لأن من قيم الإنسان المثلى العليا حب الحرية وحب الكرامة. ولذلك الاعتبار الأول لدى الإنسان هو حريته وكرامته، ثم بعد ذلك ما يناله مما يوافق هواه ورغباته، فقد تحبب إليه أوطانا لم يكن يحبها من قبل. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قول الشاعر أو البيتان له هو: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. ولذلك إذا عارض الوطن كرامة الإنسان فكثيرا ما يهجره ويتركه. وقد قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل،
ولي دونكم أهل نسيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل وهم الرهط لا مستودع السر شائع لديهم وللجاني بما جر يخذل. وكثيرا ما تكون الأسفار عن الأوطان بقصد وصول الإنسان إلى مبتغاه مدعاة للشرف والعزة. ولهذا يقول أحد الحكماء: وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، في الأبيات المشهورة التي ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين وغيره. وقد حصل لكثير من المواطنين الذين أعجبهم العيش في أوطانهم برهة من الزمن أن ضيقوا فيها فعدلوا عنها إلى ما سواها، فمنهم من بقي على تذكر أوطانه الأولى لأن محبتها سبقت الهوى وسبقت المعرفة، فانكمش القلب عليها كما قال الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ومنهم من يكون الوطن الثاني أحب إليه منسيا للأول، على حد قول الشاعر: محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. ونجد هذه المقارنة في أشعار المتأخرين وأفكارهم. ففي هذا الوطن مثلا يقول الأديب محمد اللشد: يا بلادي أحببت فيك هواني وبتعسي رضيت فيك وبخسي، من عجيب العجيب أن تلمسي تصبح اليوم ذات شأن بنفسي، لا يقول فيها ونشيد مما غدوك أصيل كيف يحلو دون أن تماسي وكرسي. وكذلك كثير من الأوائل كالقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي إمام المالكية ببغداد، عندما ضاق معاشه ببغداد قال بيتين اشتهر بين الناس وهما: كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأرواح حائرة وصير العالم الزنديق عالما نحرير زنديق. وقد هاجر من بغداد إلى مصر فأقام بها وبقي على تذكر لبغداد، وقد كان يقول: والله لو وجدت فيك رغيفا واحدا كل يوم ما خرجت منك. وعموما المواطنة معناه المؤاخاة في الوطن، والوطن من دواعي الأخوة، لأن الجوار مدعاة لكف الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والمشتركون في الوطن أولى ما يجمعهم أن يكف بعضهم الأذى عن بعض، ثم بعد ذلك أن يتعاونوا في حياتهم. وشؤون حياتهم المشتركة كثيرة، فرقي بلادهم وتقدمها وازدهارها وحصول الأمن والأمان فيها وما يحصل فيها من وسائل العيش الكريم، كل ذلك مما يجب أن يتعاونوا عليه وأن يسعد به سكان البلاد. فلا خير في بلاد يسعد غير أهلها بخيراتها ويشقى أهلها بما فيها. كثير من بلادنا الإسلامية في أيام الاحتلال كانت خيراتها تنهب، فلا يبقى لأهلها إلا الشقاء البيئي بما ينهبه المستعمر. كبلادنا هذه فكانت الخيرات تنهب منها ويبقى لأهلها الجوع والمرض والآثار الفتاكة للتلوث البيئي. وما أمر الجزائر ببعيد عنا، فالفرنسيون لما أرادوا أن يجربوا القنابل النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة لم يشاءوا أن يجربوها إلا في الجزائر. فإلى الآن ما زال أهل جنوب الجزائر يشقون بآثار هذه التجارب ولم يسعدوا بها، فمن المحرم على المسلمين أن يسمح لهم بالسلاح النووي. لكن مع ذلك لا شك أن الإنسان إذا ألف شيئا سعد به. وقد قالت ميسون بنت بحدل الكلبية، وكانت زوجا لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكنها بدوية بطبعها فلم يعجبها حال أهل الحضارة في دمشق، وتذكرت وطنها وأهلها فقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف.
وأكل كسيرة وتقر عيني أحب إلي من أكل الرغيف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيف. وهذه المواطنة عرفها أهل هذه البلاد قديما قبل مجيء الاستعمار، فليست مرتبطة بالاستعمار كما يفهم من حديثنا هذا أو بمقاومته